امور يعني اول ما اجوا تحسها طيبه جدا جدا، تحس انه فعلا اسلام. قلنا نروح على الجامع، هي يعني مسويات، يجي شرعي يعطي ثاني يعني دروس قرآنية كذا، هاي كان هو يخطب أو يعطي درس في العالم هيك يعني ينصحهم إنه على الدولة الإسلامية وكذا، والدولة على حق وما تظلم وكذا، وتأخذ وتعيش يعني تأخذ راتب وتعيش بيه. نصحني إنه أصير بالدولة. يوم فرزونا أنا قال لي أنت أمي يعني، حطوني حرس للحسبة. باليوم يجيبون يعني شي 100 شخص، هذا رجال، يا دخان يا أما مثلا تكون مرته مو منقبة، زاد يجيبونه فوتونهم جوا على جلد وقتل، نهارين ثلاثة يعيقونهم، نهارين ثلاثة. السجن بيت 475 سبايا، يزيديات، بي من العراق، ببعضهم يقاتلون مثلا مع الجيش العراقي جوازهن، ياخذونهن، بي من سوريا نفس العملية. خيو يوم لفتنا على الكوريدور انا انصدمت يعني، دحق كله نساء. قسم اليزيديات والله مرة نسوان يبكين، ليش تبكين انت؟ تقول لي عفت ولدي صغار يعني عمره شي سنة سنتين وجابوني ليه جاي؟ هذا اسلامكم انتو؟ تقول لي. كان اقول لا حول ولا قوه، وحطيت بارتي على كتفي كان اطلع اوقف على الباب يعني ما كملت في الجو. هذول اليوم جاهم خبر انه جاء امر بتسليمكم سبايا، بالكوريدور اسمع اصوات وكذا وفرحانين يعني الفرحه. قام العسكري يجيب كل 10 مهاجرين، طبعا من كثرهم ما يصير دفعة واحدة يفوتون على السجن، لا تا ما تصير، يجيب كل 10 يفوتون، احنا نكون برا على الباب، يفوتون على الكوريدور يختارون، ينقون السبية، كل من يختار سبيته تلهم من ايده وتطلع. وعلى ظلهم 3 ايام على المكوك هذا، كل واحد يتف واحدة من ايدها وتطلع. نصحنا قال اي كلمة تطلع لبرا تكليكو راسك ينقطع. أنا أولا في سجدة المساجين إنه حاطين بمخهن النساء جمال كافتهن إنه أنت راح ينذبحن، أنت كفار، أنت ما عاد شيء من الإسلام، أنت على الذبح يعني. تا يوم تصير شغلة السبايا يتهون عليها إنه أحسن إنه تفكر إنه أشوى من الذبح. طبعا شوفها قاعدة بالزاوية ذالة نفسها مطي راسها بالأرض، عينها ما طلع لفوق وعينها بالأرض، دمعتها بعينها، وظل هيك تنام، حتى نوم ما تنام يعني نظامي، تلقاها بالزاوية عاملة هيك ونايمة. يوم نشوف المنظر هذا مشتهي تقتلهم كلهم، بس حسبنا الله ونعم الوكيل. قبل ما أنشق صارت معي حادثة، إنه فات هذا السوداني، اختار واحدة عمرها 15 سنة، والله اغتصبها وصار معها نزيف، وجابوا سيارة إسعاف وأخذوها، صار معها نزيف داخلي وتوفيت هاي. طلعوها برا وقالوا ما حد يتكلم شي خالص، السبايا سبايا واعملوا ما يحلو لكم فيه، يعني ما نقدر نسولف شي خالص. وفكرت بالانشقاق يعني، عاد أنا بلشت أفكر إنه أنشق يعني. ايه انا خيو طلبت اجازه انه اروح 3 ايام على البيت ارتاح، بعد ما ظليت اسبوع نزلت على البيت، حسيت حالي تعبان، ماني مرتاح، مالي نفس اكل، يعني الواحد يعتبر انه خواته يعني ليش كذا يصير. ارجع على مكتب، والنهار الثاني نزلت انا على البيت، يسالوني خواتي ومرتي انه شو قصتك يعني، انت كانه في شيء ما تتحكي يعني وكذا. حكيت لهم القصة كلها إنه هيك وهيك صار وصار، قالوا لي بأسرع وقت لازم نطلع على تركيا، لأنه إذا صار شيء عليك أنت ممكن نروح إحنا زاد يعني، مو بس هذين أخواتنا الراح. كل فترة أحلم إنه معرتين راسي يذبحونه بالسكين وفز من النوم، هاي قام تصير معي. لا والله إذا أفكر، لأنه ما يروح الكابوس هذا ما يروح، بدي يضل بالذهن يعني ما يروح، إذا فكر بيه يتعقد، وأنا أحاول أنسى يعني، كابوس ما ينسى يعني. شوف تتذكر إنه
المرأة شلون قاعدة بالزاوية دمعتها بعينها وما تقدر تعمل لها شيء أو كذا، ما تقدر تنسى. أنصح كل الشباب العرب إنه لا يجون على سوريا، اللي بده يجي على الدولة الإسلامية يحط بباله اغتصاب وقتل، وقتل الفقراء، قتل المساكين، ترى ظلم وبظلم. وإذا تفكر بس تجي وتفكر تريد ترجع راح يقتلونك، يعني ما بمفك، بس فتت بالرمال اعتبرها رمال متحركة، بس فتت غصت، ما هي دولة إسلامية. هذا اللي أحكي يعني.